كثير تشير، هل جاء في الأثر ما يفيد أن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأن الكرامات يختص الله بها عباده المستقيم وعباده وأولياء الصالحين، أو يمكن أن تكون فتنة ابتلى بها الله من يشاء من عباده؟ أما الشق الأول من السؤال وهو هل يمكن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ فنعم يمكن أن يرى في المنام، ولكن بشرط أن يكون الرائي يعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ويميزه عن غيره، لأن الشيطان لا يتمثل بالرسول صلى الله عليه وسلم عند من كان يعرف الرسول بصفاته، أما من لا يعرف الرسول ولا يعرف صفات الرسول فربما يأتيه الشيطان ويقول له أنا الرسول. فهذا فيه تفصيل، من كان يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بشخصه أو يعرف صفاته عليه الصلاة والسلام على وجه الكمال فهذا يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، ورؤياه حق. وأما من لم يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم فربما يلبس عليه الشيطان ويأتيه في النوم ويدعي أنه الرسول، لأن هذا الشخص لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الشق الثاني من السؤال وهي هل تحصل الكرامات لكل أحد؟ الكرامات لا تحصل إلا للأولياء، لأولياء الله عز وجل. قد تحصل لبعضهم، ليس كل الأولياء تحصل لهم كرامات، وإنما تحصل لبعضهم، تحصل لبعض الأولياء لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، إما لحجة في الدين وإما لحاجة بالمسلمين. قد تحصل الكرامة إما لحجة لإقامة الحجة في الدين وإما لحاجة بالمسلمين. أما الخوارق، خوارق العادات، فهذه قد تحصل للأولياء وقد تحصل لغير الأولياء. الخوارق تنقسم إلى قسمين، خوارق هي كرامات من الله سبحانه وتعالى وسببها الصلاح والتقوى والاستقامة، وخوارق شيطانية سببها الفسق والكفر، وهذه تحصل للسحرة والمشعوذين وأتباع الشياطين. الخوارق للعادات قد تكون كرامات، وهذا ما يجري على أيدي أولياء الله الصالحين، وقد تكون هذه الخوارق خوارق شيطانية لابتلاء الخلق واختبارهم، وهذه تحصل على أيدي الشياطين كالسحرة والمشعوذين والكهنة والمنجمين، هؤلاء يجري على أيديهم خوارق لكنها خوارق شيطانية لأجل الابتلاء والامتحان. نعم.